الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في حلقتنا اليوم الحلقة الخامسة راح نتطرق إلى المصارف الإسلامية. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى جزء من المصارف الإسلامية ومقارنتها بالمصارف التقليدية، أوجه الاختلاف وأوجه الشباب بينهما، كيفية التعامل مع المصارف الإسلامية، كيفية التعامل مع المصارف والبنوك التقليدية، ما هي الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية. أيضا تطرقنا في المحاضرة التي قبلها إلى البنوك التقليدية. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى مجموعة من التي تتعلق بالمصارف الإسلامية، ومن ضمنها تعريف المصرف الإسلامي، أهداف المصارف الإسلامية، قواعد العمل في المصارف الإسلامية. تعريف المصرف الإسلامي هو الذي يتضمن عقد تأسيسي ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء. كما ذكرنا في السابق أن المصارف التقليدية تتعامل بشكل كبير بالفائدة إما أخذا أو إما عطاء، أخذا من لمن يقوم هذا البنك بإقراضه، وعطاء لمن يقوم بإيداع مبالغ معينة لديه. بينما البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذا النوع من الفوائد، وإنما تتعامل بصيغة تمويل الإسلامية. قانون المصارف الإسلامية: استراتيجية المصرف الإسلامي أنه يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني، أي أنه يساعد في العملية التنموية لهذا الاقتصاد، ويراعي استيعاب السوق المصرفية وكيفية التعامل مع المجتمع، كيفية التعاون مع هذا المجتمع لعمليات التنمية. أيضا أن يخدم من لديه مال في العمليات الاستشارية، في العمليات الخدمية، كيف يقدم هذا المصرف دراسات الجدوى لمن لديه مبالغ معينة ويرغب بإنشاء مشاريع صغيرة قدر مبالغه الذي والتي هو يمتلكها. هدف المصرف الإسلامي هو تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة، أي أنه على أساس شرعي إسلامي في جميع صورها وإشكالها. الهدف الثاني: تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. محاولة جذب الودائع وتنميتها، تنميتها بالشكل الشرعي الإسلامي وعدم إقراضها للغير بفائدة. استثمار الأموال بإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمارات تتناسب مع الأفراد والشركات فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. شمولية العمل المصرفي لقطاعات وأنشطة الاقتصاد زراعية وصناعية وتجارة وخدمات مثل الاستصناع والسلم، وكيفية التعامل معها، كيفية أن البنك يقوم بشراء المحصول قبل إنتاجه، وكيفية إعطاء المزارع هذه القيمة مقدما، ومن ثم أخذ المحصول هذا البنك مؤخرا، ومن ثم التصرف به إما بيعا وإما يقوم باستقطاعه إلى مجموعة من الأشخاص أو التعاون أو أي تعامل به. النقطة أو الهدف الذي يليه: تحقيق الأرباح. يعني ما حد يختلف أن نشأة البنك هي لتحقيق الأرباح، ولكن كيف تحقق أيها البنك أهدافك تختلف من وجهة النظر التقليدية ومن وجهة النظر الإسلامية. أهداف خاصة بالمتعاملين: تقديم الخدمات المصرفية، إما تقديم هذه الخدمة المصرفية بعمولة وليست فائدة جراء القيام هذا المصرف لخدمة هذا العميل، توفير التمويل للمستثمرين في حالة وجود أو في حالة توفر الشروط لدى هذا المستثمر، توفير الأمان للمودعين، أي أن هذه المبالغ المودعة من قبل هؤلاء المودعين هي حقهم، ومن حقهم سحبها متى ما شاءوا وفي الوقت الذي يريدونه. أهداف داخلية:
تنمية الموارد البشرية يسعى المصرف الإسلامي لتدريب الموظفين لديه ليؤهلهم بشكل أفضل لخدمة عملائه وكيفية التعامل معه، تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتزايدة، الانتشار جغرافيا واجتماعيا كما هو الحال حاليا بعد ظهور الأزمة الأخيرة أو الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ظهرت والمتسبب فيها البنوك التجارية في أمريكا وانتشرت بشكل موسع نحو العالم، قد لا تسلم أي دولة من تأثير هذا وهذه الأزمة عليها بتأثير إما أن يكون كبير وإما أن يكون متوسط أو صغير، يختلف كل دولة عن الأخرى بتأثيرها أو بتأثرها بالأحرى على هذه أو بسبب هذه الأزمات الاقتصادية التي ظهرت من قبل البنوك التجارية لدى أمريكا. وسبب ظهورها هنالك هي أن هؤلاء البنوك كانوا يتعاملون بالاقتصاد النقدي وليس الاقتصاد الحقيقي، والفرق بينهما أن الاقتصاد الحقيقي في عمليات التنمية الاجتماعية في عمليات إنشاء مشاريع جديدة وهكذا، بينما في الاقتصاد النقدي هي عمليات التي تتعامل بها أوراق نقدية، وهذه الأوراق النقدية تنتقل من شخص إلى آخر بدون الفائدة للمجتمع ككل أو لهذه الدولة. أهداف ابتكارية، من ضمن الأهداف المصرفية أهداف ابتكارية، وهو ابتكار وتطوير صيغ الاستثمار بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وبما يتماشى مع الوضع الراهن أو الزمن الحالي لمجتمعاتنا، أيضا ابتكار وتطوير خدمات مصرفية. كما ذكرنا في السابق أن الأهداف ونتائج النظام المصرفي من ضمن الأهداف المشاركة في الربح والخسارة، أي أنك أيها المودع وديعة استثمارية سوف تشركني أيها البنك بالربح والخسارة، في حالة أنني ربحت سوف يعطى لك أيها المودع مبلغ معين، بينما في حالة أنني خسرت سوف تتحمل أيضا جزء من هذه الخسارة نسبة إلى رأس مالك الموجود لدى في داخل هذه الوديعة حسب الاتفاق بينك وبين هذا البنك. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية التي من المفترض أن يلتزم بها سواء البنوك الاقتصادية التقليدية أو البنوك الإسلامية، وذلك لأنها حجر الزاوية للاقتصاد الوطني الذي تنتمي إليه تلك المصارف. في حالة تأثرها كما رأينا في الأزمة، في حالة تأثر هذه البنوك قد يؤثر هذا أو قد يصل هذا التأثير إلى المجتمع بأكمله. إعمار الأرض وتنمية المجتمع، فيما يتعلق بالمشاركة في الربح والخسارة، نجاح في تعزية المدخرات، أيضا تغيير عقلية المودع من مجرد مستثمر سلبي نائم إلى مستثمر إيجابي فاعل، وذلك بدلا من قيام هذا المودع بإيداع مبلغه كوديعة تحت الطلب وسحبها متى ما شاء في حالة وجود مبلغ معين أو مبلغ قد لا يحتاج إلى فترات زمنية من الممكن إيداعها في حساب آخر مسماه الحساب استثماري، يقوم أو هذا المودع بمشاركة البنك بجزء من المبلغ الذي قام بإيداعه أو بكل هذا المبلغ. الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، ويتنص على استبعاد المشروعات غير المفيدة والضارة بالمجتمع كإنشاء مشاريع قد تضر المجتمع بحال أو بآخر، وأيضا تحقيق الربح الحلال من جراء إنشاء هذه المشاريع. ننتقل الآن إلى ضوابط الاستثمار، مبدأ استحقاق الربح فيما يتعلق بالأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. فيما يتعلق برأس المال التراكمي أو النقدي، هل ترغب أيها المستثمر بأخذ المبلغ أو حصتك في الربح فورا أو أنها عملية تراكمية في نهاية السنة؟ هذا فيما يتعلق بالإيداع أو الوديعة الاستثمارية التي يودعها المودع في المصرف الاستثماري، وذكرنا أن هذه الوديعة من الممكن أن تكون وديعة مفتوحة لا يتطلب البنك
بعدم السحب منها، وأيضا من الممكن أن تكون وديعة طويلة الأجل، أي أن البنك بالاتفاق مع المودع يذكر أنك أيها المودع لا تستطيع التصرف بأي قيمة من هذه القيم المودعة إلا بعد مرور سنة، بعد مرور سنتين حسب الاتفاق بين كل من البنك وبين المودع. هنا جزئية جيدة أن الله سبحانه وتعالى حرم الله عليك من أجل غيرك، وحرم الله تعالى على غيرك من أجلك. لكي تنتفع أنت لابد أنك لا تتعامل بالفائدة لا أخذا ولا عطاء، ولكي ينتفع أيضا غيرك من الأشخاص يجب عليه ألا يتعامل، وكذلك العكس، لكي ينتفع البنك يجب عليه ألا يأخذ فوائد من المودعين، وأيضا ألا يعطي فوائد للمقرضين، وإنما يتعامل بالسيرة التمويلية الإسلامية، وذلك بمشاركة المشاركة في عمليات الربح بالخسارة أو بالربح. الأخذ بمبدأ المشاركة في عمليات الربح والخسارة، وهذه هي العلاقة لدى المصارف الإسلامية، وهي تستبعد عنصر الفائدة على الاقتراض والإقراض أيا كانت. الآلية البديلة التي تستخدمها المصارف الإسلامية للاستثمار بالمشاركة ربحا وخسارة كما هو الحال في صيغة التمويل الاستثمارية. العوائد والفائدة، تتألف العوائد المصرفية في مجال الإقراض من بندين هما الفوائد والعمولات. لاحظ هنا أن الفائدة هي الثمن المدفوع نظير استعمال النقود، أي أنك أيها البنك تعطي المودع وديعة طويلة الأجل فائدة أو نسبة معينة تقرها بالاتفاق مع هذا المودع وتعطيه إياها، أي أن هذا المودع يضمنها، وكذلك تأخذ من أقرضته مبلغ من المال، وذلك لأنك قمت بإقراضه هذا المبلغ، وهذا المبلغ مسماه في الاقتصاد الفائدة الربوية التي يحصل عليها البنك. والفائدة ربا مضاعف لارتباطها بعنصر الزمن في الحساب كما هو موضح في القاعدة هنا، ميم واحد تساوي ميم مضروبة في واحد زائد اف الكل اس نون، حيث أن ميم واحد هو المبلغ الكلي وميم المبلغ الأصلي، فنسبة الفائدة الشهرية التي يتقاضاها إما المودع وإما البنك. المودع في حالة إيداعه مبلغ معين من المال في فترة زمنية طويلة، والبنك لإقراضه هذا المبلغ لأحد الأشخاص أو أحد الشركات نون، وهو الزمن. وبالتالي هذه الفائدة ربا مضاعف وتعتبر فائدة ربوية محرمة شرعا، بينما العمولة تؤخذ في مقابل ما يقدمه المصرف من خدمة أو عمل يبذل فيه جهدا ما، وبالتالي هذه العملة من جراء تقديم هذا البنك خدمة معينة إلى العميل. والعمولة التي يقطعها ويتقاضاها هذا المصرف يجب أن تكون محددة ويبلغ مقطوع، ليس بنسب معينة وليس على أساس نسبي، وذلك لأن الجهد الذي يبذله المصرف في إعداد عقد القرض الذي تكون قيمته 1000 وحدة نقدية لا يختلف عن الجهد، لاحظ هنا، المبذول في إعداد عقد قيمته 10,000 وحدة نقدية أو أكثر، فبالتالي هذا المبلغ يكون مقطوع وليس قيمة أو نسبة مئوية من المبلغ الذي أنت أيها البنك ستشرك هذا العميل فيه، أو سوف تقوم بتأجيره إياها، أو سوف تقوم بعملية المرابحة معه، وإنما هي تكون مبالغ مقطوعة وليست نسب مئوية. الربا ظلم اجتماعي وظلم اقتصادي، محرم قطعا في كل الأديان والقوانين، وذلك لأن ظلم اجتماعي حيث أنه يضر الضعفاء ويغني الأغنياء، بمعنى من لديه مال يستطيع اقراضه الى الغير بفائدة، وبالتالي هذا الشخص المقترض الاخذ لهذا المال سوف يتضرر، زيادة على تضرره عدم وجود مال لديه سوف يتراكم عليه ديون يلزمه سدادها الى سداد هذه الديون الى الغير. هناك عدة شروط لعملية الاستثمار، والشرط الأول أن يكون استثمار الأموال بطريق مشروع، وذلك في المصارف الإسلامية.
لاحظونا أننا نتحدث عن المصارف الإسلامية. الشرط الثاني أن يكون غير مضر بالمصلحة العامة، أي أنه لا يضر بالمجتمع. قواعد العمل في المصرف الإسلامي: يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال، وعلى الأخص هنالك جزئيات معينة يجب عدم التعامل بها، هي كلها ولكن هنالك جزئيات يجب تخصيصها ويجب عدم دخول الفائدة في هذه المعاملات. فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض أو الاقتراض، أخذ أو عطاء، والإيداع بما في ذلك، أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود لمنفعة معتمدة، حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية لدى البنوك أو المصارف الإسلامية. بينما البنك من حقه أخذ عمولات جراء تقديم هذه الخدمات، وهذه العمولات ألا تكون نسب مئوية من كامل القيمة، وإنما مبالغ مقطوعة كما ذكر آنفا. القاعدة الثانية: فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات المصرف المرتبطة أو المرتبط تنفيذها بأجل، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة. معاملات المصارف الإسلامية إما أن تكون خدمية أو استثمارية أو عملية تمويلية. الخدمية كما هي كثير من البنوك تقدمها بفتح الحسابات، بفتح اعتمادات مستندية على سبيل المثال، بإعطاء ضمانات معينة، وتجب أن تكون جميع هذه المعاملات الخدمية التي تقدمها البنوك المصرفية الإسلامية مراقبة من الهيئة الرقابية الشرعية، وأن تكون مقننة شرعا. الاستثمارات وهو على سبيل المثال في عمليات الاستثمارية التي تقوم باستثمارها هذه البنوك، وكذلك في العمليات التمويلية كما هو الحال في عمليات صيغة التمويل الإسلامية التي راح نتطرق لها في محاورة أو في حلقة قادمة بمشيئة الله. من أعمال المصرف الإسلامي قبول الودائع بأنواعها، إما أن تكون في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك كما ذكرنا، أو حسابات استثمار مخصص ولأجال محددة أو غير محددة، قد تكون محددة بأزمنة سنة لمدة 6 شهور وهكذا، أي أنك أيها المستثمر لا تستطيع أخذ هذه المبالغ أو السحب من هذه المبالغ إلا بعد انقضاء هذه المدة المتفق عليها بين هذا البنك وبين ذلك المستثمر أو المودع لهذه الوديعة أو الوديعة الاستثمارية. تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة. أيضا من أعمال المصرف الإسلامي القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة كما هو الحال في صيغة التمويل الاستثمارية، من المرابحة، من الإيجارة، من المشاركة، من السلم، من الاستصناع، جميع هذه الصيغ تتعامل معاملة شرعية وتقدمها البنوك بشكل شرعي، ويجب على البنوك التعامل بها بشكل دقيق وإخضاع الرقابة الشرعية لها، وذلك لضمان حق الغير فيه وحق هذا البنك في هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية من تعريف، من الخدمات التي تقدمها، الفروقات بينها وبين البنوك التقليدية. لاحظ هنا أن الودائع تحت الطلب كما ذكرنا في السابق، أنه كلما زادت هذه الودائع تحت الطلب لدى هذا البنك، كلما كان بإمكانه تقديم خدمات أكثر، تقديم استثمارات، إما أن تكون استثمارات من جراء هذا البنك لوحده يقوم بها، أو من جراء تقديم هذه الاستثمارات مع الغير، وأيضا يكون لديه المقدرة التمويلية للغير بشكل أكبر، وذلك لأن
الودائع لدى هذا المصرف أكبر من غيره على سبيل المثال، فبالتالي خدماتي التي يقدمها تكون أكبر من غيره، استثماراتي تكون أكبر من غيره، خدماته تمويله للغير تكون أكبر من غيره. طبعا جميع الودائع لاحظ هنا سواء للبنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية جميعها تخضع لمراقبة المصرف أو البنك المركزي ممثلة لدينا هنا في المملكة بمؤسسة النقد، وهو بنك يطلق عليه بنك الحكومة ويطلق عليه أيضا بنك البنوك، وذلك لأنه يقوم بالإشراف الرقابي على البنوك التقليدية وكذلك الإسلامية، وذلك للمحافظة على الاقتصاد داخل هذا البلد، حيث أن هذا البنك المركزي يقوم بتنظيم السياسات النقدية وكذلك السياسات المالية وما يحكمها من عمليات من جراء حجم السيولة داخل هذا البلد. أيضا يقوم هذا البنك المركزي بإجبار البنوك سواء تقليدية أو إسلامية بالاحتفاظ من مبالغ معينة، وهذه المبالغ تسمى بالاحتياطي القانوني، قد تكون هذه النسب عالية أو تكون متدنية، وذلك بالرجوع إلى حجم السيولة السائد في السوق. هذه الاحتياطيات من المفترض أن تكون مودعة لدى البنك المركزي حتى لا يتمكن البنك أو البنوك التجارية والبنوك المصرفية التصرف بهذه البنوك، وذلك لكي يضمن هذا البنك حق المودعين، أيضا لكي يواجه في حالة حدوث أزمات لا سمح الله اقتصادية لهذا البلد يكون لديه الاحتياطيات كافية لمواجهة الأزمات. من ضمن أيضا الأهداف أو البنوك يجب عليها الاحتفاظ باحتياطيات نظامية، هذه الاحتياطيات النظامية تختلف من بنك إلى آخر بنسبتها، وهذه النسب قد تكون نسب عالية وقد تكون متدنية. أيضا هذه النسب تعود إلى مقدرة هذا البنك على إمكانية العمليات التمويلية، على إمكانية الحصول على النقدية، على إمكانية التعامل مع الغير. هذه الاحتياطيات النظامية يتوجب على هذه البنوك المحافظة عليها سواء تقليدية أو إسلامية، يجب عليها الاحتفاظ بها، وذلك لمواجهة أي مخاطر قد تحدث لدى هذه المصارف، وذلك للحد منها بقدر المستطاع ومن ثم تجنبها أو عدم حدوث هذه المخاطر بمشيئة الله تعالى. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.